بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات الصف الرابع الابتدائي في حلقه جديده من ماده العلوم على قناتكم المفضله درس خصوصي مع مستر يوسف ماجد. النهارده ان شاء الله هنكمل المراجعه العامه على منهج العلوم عشان نستعد بيها للامتحان القادم باذن الله. هنتناول برضو اختبار تاني، نموذج اختباري فيه اهم الاسئله اللي ممكن تجي لنا في الامتحان. ومعانا النهارده هيجاوب معانا محمد زميلنا في رابعة ابتدائي. ازيك يا محمد؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. النهاردة يا محمد انت هتجاوب معانا نموذج اختبار، جاهز للأسئلة؟ جاهز. مذاكر؟ مذاكر. ماشي، نبدأ ان شاء الله وجهازه معانا وكله يستعد لأننا نجاوب الأسئلة. السؤال الأول عندنا سؤال أكمل العبارات الآتية. رقم واحد، حالات المادة الثلاثة هي نقط ونقط ونقط. هي حالات المادة هي الثلاثة، وهي غازية وسائلة وصلبة. حالات المادة هي الحالة الصلبة فعلا والسائلة والغازية. رقم اتنين، الكوكب الأحمر هو المريخ. هو المريخ. طب لو سألتك ما هو الكوكب الأزرق؟ نبتون. نبتون، برافو عليك. طب أقرب كوكب للشمس؟ عطارد. طب انا عايز الخبطك دلوقتي، طب ابعد كوكب عن الشمس؟ نبتون. ما شاء الله عليك يا محمد. طب اكبر كوكب في المجموعه الشمسيه؟ مشتري. ما شاء الله عليك. طب اكبر جسم في المجموعه الشمسيه؟ اكبر جسم الشمس. طيب احتراق الخشب تغير ايه؟ احتراق الخشب تغير كيميائي. تغير كيميائي. طب تعرف تقول لنا ليه يا محمد؟ لانه تغير في تركيبه الماده. صح. طب نتج عنه مادة جديدة؟ يس. صح، اللي هي بيبقى لونها ايه ديت؟ بيبقى لونها اسود. برافو الفحم. عليك يا محمد، شاطر، الفحم، ما شاء الله، برافو يا محمد. رقم اربعة، يأخذ النبات غاز نقط في عملية البناء الضوئي وينتج غاز نقط. طب يا محمد عايزين معلومة كده، هي عملية البناء الضوئي ديت النبات بيعمل بيها ايه؟ ايه اهميتها للنبات؟ هو بياخد غاز ثاني اكسيد الكربون من الهواء الجوي بياخده كغذاء، وبياخد برضو الغذاء من التربة والغذاء من الشمس، وبيخرج غاز الاكسجين. وبعد ما بياخد الثلاث حاجات دول، غاز ثاني اكسيد الكربون والغذاء اللي في التربة وأشعة الشمس، بياخدهم وبيكون بيهم الغذاء. هو كأنه معمل صغير، هو نفس الشيء اللي بيعمله في كل النباتات، ولكن بيفرق في المعمل ده بيكون ايه. يعني التفاح بيكون مواد تانية غير المن، غير الفراولة، غير التوت. ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله، بارك الله فيك يا محمد. بالظبط كده، دوت كان ملخص عملية البناء الضوئي اللي هي العملية اللي بيكون فيها النبات بتصنيع غذائه بنفسه. رقم خمسة، في فصل نقط يكون النهار أطول من الليل. في فصل الصيف. فصل الصيف بيكون النهار أطول من الليل. بتروح النادي في الصيف يا محمد؟ يس. تقعد تلعب كتير صح؟ لحد ما الدنيا تليل. سباحة. سباحة، تقعد مدة طويلة لحد ما الدنيا تليل، مش كده؟ أي. فبتلاقي إن النهار إيه؟ أطول ولا أقصر من الليل؟ أطول. أطول من الليل، برافو يا محمد. 14 ساعة والليل 10 بس. في الحدود ديت، مظبوط عليك، برافو، برافو عليك يا محمد. طب في الشتاء طب يا محمد؟ بيبقى الليل أطول من النهار، بيبقى الليل 14 ساعة والنهار 10 ساعات فقط. السؤال الثاني، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. رقم واحد، يمكن ضغط المادة في حالتها السائلة. غلط. ليه يا محمد؟ أمال أنهي حالة اللي ممكن أضغطها؟ الغازية. برافو عليك. طب ممكن تديني مثال يا محمد؟ الهواء ممكن إن احنا نضغطه لأنه ليه شكل غير ثابت ولا حجم غير ثابت، الاتنين غير ثابتين، لكن المواد السائلة ليها شكل غير ثابت وحجم ثابت، علشان كده مش ممكن نضغطها. والمواد الغازية، المواد الصلبة، ليها شكل ثابت وحجم ثابت. ما شاء الله عليك يا محمد، برافو يا محمد. يبقى انا عندي هنا لا يمكن ضغط الماده في حالتها السائله، يمكن ضغطها فقط في حالتها الغازيه. اتنين، وحده قياس الطول الكيلومتر والسنتيمتر يا محمد، صح ام خطا؟ صح، لان هو ما قالش فقط، لو قال فقط تبقى غلط لان هو كده نسي المتر، لكن لو هو
وكده كأنه بيقول من وحدتها، مش قالهم كلهم، مش قال ان هو هيقولهم كلهم دولت بس. يبقى ناخد بالنا من حاجة محمد قال لنا عليها، ان انا هنا لو جالي في السؤال قال لي وحدات قياس الطول السنتيمتر والكيلومتر فقط، هقول له ايه؟ غلط. هقول له العبارة خاطئة، لان في وحدة ثالثة انت نسيتها اللي هي المتر. متر. مظبوط يا محمد. وفي وحدات تانية زي المليمتر والديسيمتر. برافو عليك، المليمتر ديسيمتر، ما شاء الله معلوماتك جميلة جدا. ضيف عليهم كمان ان عندنا حاجة اسمها النانومتر، في حاجات اسمها البيكومتر. برافو عليك ما شاء الله يا محمد. رقم ثلاثة، تصنع أواني الطهي من الكربون، صح أم خطأ؟ خطأ. أمال إيه الصح طبعا يا محمد؟ أواني الطهي بعملها من إيه؟ كانت بتمر على 3 مراحل، يعني ممكن تتعمل من الثلاثة دول بس أغلبيتها بتتعمل من الألومنيوم. تصنع من الألومنيوم، أو ممكن أصنعها من إيه؟ النحاس والحديد. ممكن أصنعها من النحاس أو ممكن أصنعها من الحديد. طيب لو سألنا محمد وقلنا له علل، هيعرف يجاوب يا ترى؟ طب علل يا محمد، ليه تصنع أواني الطهي من الألومنيوم؟ لأنه مناسب جيد للحرارة وقابل للطرح والسحب والتشكيل. لأنه جيد التوصيل للحرارة وقابل للطرق والسحب والتشكيل، أي إن أنا ممكن أشكله في شكل أواني متعددة الأشكال. 4، الفلزات قابلة للطرق والثني والسحب والتشكيل. صح، الإجابة صح. طب إديني أمثلة كده للفلزات يا محمد. الذهب، النحاس، الألمونيوم، الحديد، القصدير، الفويل، المعادن بشتى أنواعها، والزئبق. طب الزئبق ده انت عايز تقولي ان هو فلز؟ سائل. فلز ايه؟ سائل. فلز سائل، برافو عليك. السؤال الجاي عندنا، ما المقصود بالكتلة؟ ما المقصود بالكتلة يا محمد؟ هو مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. من مادة. طيب يا محمد انا ما اعرفش ايه هي المادة، ممكن تقولي؟ هي كل ما لها حجم وكتلة. كل ما لها حاجتين، ايه هما؟ حجم وكتلة. حجم وكتلة. طب محمد انت هتعرف لي بقى الحجم، معلش. ومقدار الحيز الذي يشغله الجسم. برافو، مقدار الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ. برافو. السؤال الثالث، ألف، ماذا يحدث إذا؟ رقم 1، وضعت زجاجة ماء في فريزر الثلاجة، جبت إزازة فيها مية حطيتها في فريزر الثلاجة، عايزك تتخيل هيحصل إيه؟ محمد ماذا يحدث إذا وضعت زجاجة ماء في فريزر الثلاجة؟ ستتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. بعملية إيه؟ التبريد. بعملية التجمد أو التبريد. إذا إن أنا عندي هنا المادة هتتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة من خلال عملية التجمد بالتبريد. رقم 2، وضعت قطعة من الحديد مبللة بالماء في الهواء الجوي. انت جبت قطعة حديد، جبت مثلا مسمار حديد او جبت سلك مواعين، مليته بمية وسبته في الهواء كده، هيحصل له ايه؟ تخيل، لازم يبقى عندك قدرة تخيلية عشان تعرف تجاوب السؤال ده. عندك قدرة تخيلية يا محمد، ما شاء الله جميلة جدا وبهرتني الصراحة. ماذا يحدث بقى في الحالة ديت؟ يحدث ان هيحصل ان الحديد هيتحول من الحالة، هيتحول من حديد الى اكسيد الحديد، هيتكون عليه الصدأ، والصدأ ده ناتج عن ان بخار الماء زائد الهواء او الاكسجين مع الحديد بيعملوا حاجة اسمها اكسيد الحديد، ده بيبقى الصدأ بتاع الحديد، بتبقى طبقة هشة بنية، بتبقى كده بني محمر حبة بتتكون حوالين الحديد، فده بيبقى صدأ الحديد. تتكون طبقة بنية هشة على سطح الحديد وهي صدأ الحديد، الناتجة من تفاعل الحديد مع الماء مع الأكسجين الهواء الجوي. ب، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، الغاز الذي يعكر ماء الجير الرايق هو؟ الأكسجين، النيتروجين، أم ثاني أكسيد الكربون يا محمد؟ ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد الكربون. بيعكرها إزاي؟ يعني تقدر توصف لي هي شكلها بيبقى إزاي بعد كده بتحول لإيه؟ يعني هو بسبب إن غاز ثاني أكسيد الكربون لما بيتفاعل مع ماء الجير الرائق
بيعكروا، يعني مش زي المية العادية. المية العادية كان ليها حماية منه، هي ماء الجير الرائق ده بيبقى لونه عامل ازاي يعني؟ بيبقى بيبقى ليه لون؟ يعني بيبقى زي المية بس بيبقى برافو. يعني مبيض شوية هو بيبقى فيها، هو بيبقى شبه المية، لونه شبه المية خالص بس وهو رائق. دي أبيض حبة طيب كده. تمام، هو انا ممكن ان انا اشربه طالما هو مية؟ لا مش ممكن، لأن هو مختلط مع ما شيء تاني اسمه الجير، بيستخدم للنقاشة. يعني هو خطر. اذا ماء الجير رائق ده مش بيتشرب، عشان في بعض الاولاد يفتكروا ان اسمه ماء الجير رائق يبقى هو زي الماء المعدنية مثلا، ماء الابار لا والعيون، ده هو فيفتكروا ان هو حاجة بتتشرب. كأنه، لا هو كأنه هو بيستخدم، ليه هم أصلا بيستخدموه ولا ليه هم أصلا كاتبينه عندنا؟ يعني ليه إحنا عارفينه؟ لازم نكون عارفينه. لو غاز ثاني أكسيد الكربون ده أصلا غاز سام، ماشي، فهو ما ينفعش ندخل في أي مكان مليان بيه وندخل عادي. هو صعب برضه كشفه، لأن هو ما بيبقاش طالع بدخان جامد وبس. مالوش لون ومالوش ريحة. فهي دي المشكلة. بس تمام. فاحنا لازم، فهما جابوا مية الجير ديت علشان لو في أي مكان موجود فيه غاز ثاني أكسيد الكربون نعرف. هي بتكشف عنه. تقع نقط في مركز المجموعة الشمسية وتدور حولها الكواكب. إيه اللي بيقع في مركز المجموعة الشمسية؟ هل الشمس أم الأرض أم القمر؟ الشمس. الشمس. مظبوط يا محمد. السؤال الرابع ألف، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة. جسم مواطن يدور حول الشمس ونعيش على سطحه. كوكب الأرض. طب لو قلت لك أجسام معتمة تدور حول الشمس وسكت؟ يبقى الكواكب، الكواكب. برافو ما عليك، حددش كوكب محدد. برافو عليك. الكواكب دولت كام يا محمد؟ 8 طب بس، فاكر ترتيبهم؟ عطارد عطارد، والزهرة والأرض، الزهرة، الأرض، المريخ، ريح، المشتري، مشتري، زحل، وأورانوس، ونبتون. حلقانوس ونبتون. مظبوط يا محمد. تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، لسه قايلينها من شوية. المادة لما تتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية ده بيطلق عليها عملية إيه؟ من الحالة السائلة من للغازية سائل زي المية لغاز زي بخار الماء. التبخر. برافو. عملية التبخر التبخر. هي أجسام مضيئة توجد في السماء ليلا ذات أحجام مختلفة. النجوم. نجوم. برافو عليك. ديت إيه؟ النجوم، وديت ممكن نجم منهم يكون له مجموعة شمسية زي مجموعتنا الشمسية. وكمان النجم علشان ما تتلخبطش ما بينهم وما بين الكوكب، مش بيبقى زي ما احنا شايفينه اللي هي مجموعة مثلثات متجمعة في بعضها. قصدك النجمة اللي احنا بنرسمها في الكرتون او النجمة اللي بنرسمها ايوه في دي، الكشكول؟ هي دي، ديت ما هياش شكل لأي حاجة، ديت ما هياش شكل. هي كانت ليه هي أصلا اخترعت؟ كان الناس زمان مش كان عندهم تلسكوبات يقدروا يشوفوا النجوم ديت على شكلها الحقيقي، فهما كانوا بيشوفوها كانت بتبقى عاملة زي والإشعاع الإكس، بتاعها خارج منها، النور بتاعها خارج منها بتبقى على عاملة شكل زي النجمة. الشكل ده، فهما تمام. رسموا لها الشكل ده. لكن ده من شكلها، شكلها زي الشمس بتاعتنا، فبس علشان ما نتلخبطش ما بينهم وما بين يعني انت عايز تقول ان النجوم اساسا اجسام مستديرة، زي الاشكال اللي الكواكب. الاشكال اللي احنا بنرسمها للنجوم ديت هي ماشي. الاشكال القديمة جدا اللي رسمها القدماء عن النجوم، صح؟ سؤال بعد كده وهو اخر سؤال معانا، سؤال علل، اذكر السبب العلمي اللي هو سؤال بما تفسر، اذكر السبب العلمي او علل، وده سؤال لازم يجي في كل امتحان، يعني لماذا يعني ليه. يطلق على القلم انه مادة، يعني ليه بنقول على القلم ان هو مادة؟ لأن له حجم وكتلة. حجم وكتلة. طب امسك القلم كده، فين الحجم بتاعه الحجم ده اللي هو الحيز اللي بيشغله من الفراغ؟ برافو عليك. لأنه ما ينفعش حد تاني، يعني ما ينفعش أحط إيدي مكان القلم، فهو حيز بياخده، ما ينفعش أي حد تاني ياخده. تمام، ده المكان بتاع القلم فعلا في الفراغ. طب ليه كتلة؟ أيوه، لأن له كتلة وله حجم. نرى النجوم في السماء صغيرة جدا. لأنها بعيدة جدا عنا، برافو، لأنها تقع في مسافات بعيدة جدا عنا. وممكن كمان يكون بينا
بيننا وما بينهم أجرام سماوية، وأي شيء يخفف ضوءهم عنا فيبدأوا يصغروا، يعني ضوءهم يعكسوا الحاجات الصخور اللي بتبقى ما بيننا وما بينهم فبتقللوا. فتقلل من الحجم اللي انت شايفه للنجم. أيوة مظبوط يا محمد، ما شاء الله عليك محمد، انت امتعتنا جدا بمعلوماتك ما شاء الله، وانا سعيد جدا بان انت كنت معايا وان انت جاوبت معايا الاسئله دي كلها. برافو عليك ما شاء الله عليك، انا مبسوط منك جدا يا محمد. اعزائي المشاهدين، اعزائي طلبه وطالبات الصف الرابع الابتدائي، وبكده نكون اتمينا مراجعتنا ان شاء الله، وباذن الله نكون جاهزين للامتحان. خدنا اهم الاسئله اللي بتتناول الامتحانات، ارجو منكم ان انتوا تتانوا في الاجابه، بلاش تسرع للمره الثانيه بقولها لكم. بسم الله ونهدى ونكون مذاكرين كويس ومراجعين، والامتحان ان شاء الله هيبقى سهل وبسيط. اشكركم لحسن مشاهدتكم، واذا استمتعتم بالفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يصلكم كل جديد، ونتابع السفير الصغير على قناته كيدز تيوب، وما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير. شكرا لكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، ونرجو من الله التوفيق في الامتحانات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.